عشان نعمل الحاجات دي كان لازم يبقى كان عندنا الإدارة المحترفة. طول عمرنا بندير وطول عمرنا بنتكلم مع كل يعني كل الناس اللي تعلمونا احنا يعني ايه إدارة. احنا فكرنا طب الإدارة دي نطورها ازاي، طب الإدارة دي ازاي ان احنا تبقى إدارة محترفة تناسب العصر وتناسب الإمكانيات الحالية. من خلال الإدارة المحترفة دي كان أهم حاجة بنفكر فيها العاملين في النادي. العاملين في النادي كان لازم يكون ليهم نفكر فيهم بشكل مختلف شوية، ان الناس دي بيساهموا بشكل كبير جدا جدا في تطور وخدمة النادي الأهلي. عشان كده أول حاجة فكرنا فيها في العاملين لازم يكون في الأمان المادي والتأمين الصحي، وده الحمد لله تم خلال الفترة اللي فاتت. علشان كده وكمان التدريب عايزين نثقل العاملين، وأنا سعدت جدا جدا النادي الأهلي في خلال العشر أيام اللي فاتوا يكون ابتدى برنامج محو الأمية من النادي الأهلي. مفيش دلوقتي الناس دخلت وسلمنا شهادات، وإن شاء الله النادي الأهلي قريب جدا بلا أمية بإذن الله مع اتجاهات طبعا الدولة يعني. لكن نبص مع بعض بقى لإجمالي الزيادات اللي حصلت للعاملين، تقريبا متوسط 50% في الأربع سنوات اللي فاتوا. ده أعتقد نقلة كبيرة جدا برضو يستحقوها، وبرضو نتمنى ان احنا نحاول بعد كده نطور هذا الأمر يعني مرة تانية. وكمان التأمين الصحي، واحنا اتكلمنا على التأمين الصحي اللي هو شمل الناس كلها، ده بالنسبة للعاملين. كمان خدمة الأعضاء، ففكرنا في التطوير التكنولوجي، فاحنا عملنا الابليكيشن اللي هو لخدمة أعضاء النادي وتم إطلاقه والحمد لله، وكل الناس أعتقد أنه هو سهل على الناس يعني الاستمتاع بخدمات كثيرة من خلال هذا الابليكيشن. كمان الأهم لمسيرة النادي الأهلي إعداد كوادر، كوادر عاملين، كوادر رياضيين، كوادر لمجلس إدارة، كل ده كان بالنسبة لنا برضو ان احنا ازاي نعد هذه الكوادر. النادي الأهلي قام بدور كبير جدا في ان هو يفكر ازاي في هذا الأمر، فبقى اصبح ان هناك او يعني بروتوكول مع الجامعة الأمريكية، ومش عايز اقول لحضراتكم النهاردة من اللي احنا الوقت اللي احنا فيه، في هناك في الجامعة الأمريكية في اول مجموعة من النادي الأهلي بتاخد هذا او تتلقى هذه الدراسة اللي ممكن تفيدهم ان شاء الله.